بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكل متابعيني وكل اصدقائي وكل اخواتي على اليوتيوب، بتشرف دايما بمتابعتكم. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني، مبروك للعيبه. حقيقي استمتعنا بالمباراه، والنادي الاهلي دايما البطولات هي اللي بتبحث عنه بجد حقيقي. في اي ظرف، في اي موقف، في اي مواقف صعبه تلاقي النادي الاهلي دايما حاضر. عشان كده دايما الاهلي عنده الروح وعنده المسؤولية بالبطولات ناحية جماهيره وناحية كل محبينه. منظومة بتحترم الكيان. جماهير ما شاء الله النهاردة الاستاد متقفل، حقيقي الاستاد متقفل. جمهور النادي الاهلي النهاردة من حبه النادي، اعتقد التذاكر اللي رجعت من جماهير نادي الزمالك جمهور النادي الاهلي اشتراها. هو ده الجمهور فعلا اللي بيوازر فريقه، بيوازر ناديه تحت اي ظرف. في مشاكل كتيرة جدا ممكن نادي الاهلي مر بيها، بس تلاقي تاني يرجع، لان دايما الروح واحدة. جماهير، لعيبة، جهاز فني، مجلس ادارة، بتلاقي الاجواء كلها بتساعدك ان انت تاخد بطولة. حتى لو عندك ظروف معينة بتمر بيها، وده وارد، دايما الكبير دايما بيبقى عنده اخفاقات، بس ازاي يقدر يرجع تاني؟ ازاي يقدر يصالح جماهيره؟ ازاي يعيد حساباته من جديد عشان صالح المكان؟ انا واحد اتربيت جوه النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين، اتربيت على كده، اتربيت ازاي لما اقع ارجع تاني، ازاي لما يجي لي اخفاق احوله لفوز. وده اللي بيحصل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي في الفتره الاخيره كان عنده بعض المشاكل، بس الكل اجتمع، الكل جماهير، لعيبه، جهاز فني، عرف يعيد حساباته من جديد. عشان كده النادي الاهلي ما شاء الله الموسم ده محقق نتائج كويسه جدا. باذن الله النادي الاهلي يحقق بطوله افريقيا وقدها، لان دايما الروح، روح اللعيبه وروح الجماهير وروح الفانيلا بتساعدك على النجاح. حقيقي النهارده استمتعنا بالمباراه. انا واحد من الناس ما كنتش متخيل ان المباراه هتطلع كده، واعتقد ان دي من افضل المباريات في السوبر المصري. قوه جماهيريه. بشكر طبعا دوله الامارات على التنظيم، تنظيم رائع ما شاء الله، اخراج كاميرات، تصوير على اعلى مستوى. شكل الجمهور النهارده شكل محترم حقيقي بجد، حاجه مشرفه. هي دي بقى الكره المصريه اللي دايما على مدار تاريخها بتظهر بالشكل ده، بنبهر الوطن العربي كله والناس بتستمتع. استمتعنا النهارده بمباراه جماهيريه، مباراه اخراج، نقل تلفزيوني، متابعه، فعلا متابعه تليق بالكره المصريه. برضه مش عايز انسى دور فريق بيراميدز. فريق بيراميدز النهارده بصراحه رغم ان هو لسه راجع من كام يوم طبعا بعد خروجه من الكونفدراليه ومشاركته النهارده امام النادي الاهلي، عمل مباراه كبيره حقيقي، عمل مباراه كبيره. لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه مميزه، لعيبه احترمت المكان، احترمت المباراه امام النادي الاهلي. بس طبعا تواجد الجماهير وثقه اللعيبه وخبرات اللعيبه قدرت النهارده تفرح جماهير النادي الاهلي. مباراه فعلا كانت ممتعه النهارده. الشناوي، محمد الشناوي كان رقم واحد، هو نجم المباراه. محمد عبد المنعم، محمود متولي كان عمل مباراه كويسه بصراحه. محمد هاني حتى قبل ما يخرج عمل مباراه كبيره. علي معلول، انا يعني بصراحه معظم اللعيبه النهارده كلها كانت هايله. حمدي فتحي، علي ديانج لما نزل، كهربا لما نزل، هو وحسين الشحات عمل شغل كبير جدا، حركوا الفرقه. قفشة على فترات لما بيركز بيفرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. بصراحه في لعيب انا بحبه جدا وانا بستمتع بيه، وهو بيرسي تاو. بيرسي تاو من اللعيبه اللي بصراحه من اول لما بيبقى في حالته، لما بيبدا المباراه بشكل كويس بيفرق مع النادي الاهلي. هو الوحيد النهارده اللي كان بينقل الحته الهجوميه. ممكن في ميس باس بالنسبه له، في لان بس من اللعيبه اللي تقدر تخليك تنقل في وسط الملعب او في الجزء الهجومي للخصم بتاعك. برده مش عايز انسى دور الكندوسي. كندوسي من اللعيبه الكويسه جدا، بس اعتقد ان الكندوسي لسه في انسجام اكتر ولسه هيبقى في تطور في اداؤه، بس هو من اللعيبه من الخامات الكويسه جدا. حقيقي النهارده مباراه ممتعه، انا ما كنتش متوقع، لان كان في ناس كثيره جدا بتتكلم ان المباراه اكيد طبعا الموضوع مختلف ما بين اهلي وزمالك، لان هم قطبي الكره المصريه وهم يعني الناديين الكبار. بس النهارده فريق بيراميدز لا، عمل مباراه كبيره جدا، كان ند
ند قوي جدا للنادي الاهلي، كانت حتى لدرجه ان الشوط الاولاني اعتقد ان كان في استحواذ من الاهلي بس الخطوره اكتر من بيراميدز، بس خبرات لعيب النادي الاهلي وتواجد الجماهير فرقت بشكل كبير جدا. وناس كتيره جدا بتتكلم على ضربه الجزاء اللي احرزها علي معلول، لا هي ضربه جزاء حقيقي، ضربه جزاء، واعتقد ان في ضربه جزاء برضو على علي جبر ما اتحسبتش، يعني مشكوك فيها، بس خلينا نتكلم يعني لو اتعادت ويبقى في متابعه جيده لا هتتحسب ضربه جزاء. برضو في لعيب النهارده حابب ان انا اتكلم عليه برضو وهو علي جبر. علي جبر من اللعيبه الكويسه جدا وعمل مباراه كبيره جدا حقيقي. فرقه بيراميدز النهارده عملت مباراه رائعه، كان ند قوي جدا، تعامله مع النادي الاهلي ند قوي من بدايه المباراه، هجمه هنا وهجمه هنا، استمتعنا بالمباراه. يعني ده ملخص عن المباراه حقيقي، استمتعنا، كانت مباراه تليق بالكره المصريه، ومبروك للنادي الاهلي الفوز بالسوبر المصري، وبتمنى ان شاء الله باذن الله دايما في الفتره اللي جايه يبقى في منافسه كده، لان هي دايما الكره المصريه منافسه. وارد ان انت يبقى عندك اخفاقات، وارد يبقى عندك مشاكل، بس في الاول والاخر هي كوره. اهلي وزمالك واسماعيلي ومؤخرا بيراميدز دخل في المنافسه، احنا عايزين الكوره كده مش عايزين مشاكل. نادي الزمالك في الفتره الاخيره مشاكله كتيره جدا، رئيس مرتضى منصور عامل له مشاكل، بيبعده عن البطولات، بيبعده عن المنافسه، مدخله في حاجات قضايا وفيفا ونشتكي واتحاد كوره ومشكله مع الاهلي واخطاء في رموز، واخطاء في رموز نادي الاهلي، واخطاء في رموز نادي الزمالك. نادي الزمالك عشان يرجع لازم يبقى في عنده استقرار شويه، يبقى لازم في ازاي يفكر يرجع تاني للمنافسه، لان فعلا النهارده كانت المباراه يعني الواحد كان كله مش متوقع ان مش تبقى مباراه ممتعه، لا النهارده فريق بيراميدز فريق محترم عمل مباراه كبيره جدا. نتمنى ان نادي الزمالك يرجع تاني للمنافسه، يبقى في هي الكره المصريه ما بين اهلي وزمالك ومؤخرا بيراميدز، عايزين كفايه مشاكل، كفايه بقى قضايا، وكفايه اخفاقات، وكفايه مؤتمرات، وكفايه كل شويه فيديو، ونغلط في ده وتغلط في ده وتغلط في ده. اعتقد ناس كتيره جدا من جمهور نادي الزمالك مش متقبله الموقف، فارق كبير جدا ما بين النادي الاهلي والزمالك. النادي الاهلي بيعرف يستقر، بيعرف يرجع نفسه تاني، بيعرف يبحث عن البطولات، عشان كده دايما تلاقي ما شاء الله النهارده الجمهور فرحان، النهارده كل الناس اللي عايشين في الامارات هيروحوا بيوتهم، بتفرق بشكل كبير جدا من الناحيه النفسيه ومن الناحيه المعنويه، لان الناس دي مغتربه، فالمغتربين دول ما بيصدقوا ان يلاقوا مباراه ما بين فريق كبير الاهلي والزمالك. طبعا الزمالك ما انسحب، فريق بيراميدز النهارده عمل مباراه كويس، استمتعوا بالمباراه النهارده. الناس دي اكيد في ناس بقى لها سنين ما بتنزلش مصر، هي الكره المصريه دايما والكوره متعه للجماهير. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني، مبروك للعيبه، متعتونا النهارده واستمتعنا فعلا بالمباراه. بشكركم على حسن المتابعه، تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.